يدرس البرتغالي روي فيتوريا إجراء تعديلات على تشكيل منتخب مصر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية، ويفكر البرتغالي في الدفع بياسر إبراهيم وعمر كمال. عدد كبير من لاعبي منتخب الجزائر يرغبون في اعتزال اللعب الدولي عقب الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية والخسارة في الجولة الثالثة من موريتانيا. تقدم جلال القادري مدرب نسور قرطاج باستقالته بعد الخروج المبكر من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية. قرر علي معلول ظهير أيسر المنتخب التونسي والنادي الأهلي اعتزال اللعب دوليا مع منتخب بلاده عقب النتائج المخيبة للمنتخب التونسي في كأس الأمم الإفريقية.